وليد، كانت في فكره في كاس العالم للانديه، وبرضو اسمع راي حضراتكم في الموضوع ده، ان زياده عدد الفرق في كاس العالم، انت مع زياده عدد الفرق ولا انت شايف ان هي بالعكس زي ما كان سعد بيتكلم دلوقتي قال لك ان انت بتلاعب كل بطل قاره وبالتالي هي بطوله متفرده بحد ذاتها، يعني ان انت بتلاعب خمس ست فرق اللي بتلعب في البطوله لان هم خمس ست قارات، فبالتالي ولا انت مع زياده الفرق ل 20 و 15؟ والله يا كابتن هي الزياده هم حابين ان تبقى في زياده عشان السبونسر وال ماديا يعني ماديا لكن انا شايف ان الزياده تبقى محتاجه وقت كبير جدا، البطوله هتبقى تحتاج وقت طويل جدا وهتبقى طبعا قويه جدا، لكن انا شايف ان لما تكون ستة او سبعة فرق من القارات هتبقى دي حاجه متفرده كده، بعد اللي عايز يلعب كاس العالم حاجه مميزه يا كابتن، يعني بتقول ان اللي انت اللي وصلت يعني من كل قاره بياخدوا تكريميه كمان، بياخدوا البطل من كل قاره، دي حاجه كويسه. خلي بالك بطل اوروبا يا وليد كمان هيرفض يعني يعني خلي بالك بطل اوروبا بيجي تحس ان هو بيختار ماتشات المواعيد انا اقعد لوحدي، يعني بيبقى فيه برضه بيبقى ليه وضع خاص، ليه وضع خاص، فمش هيجي يلعب هو ستة سبعة ماتشات. يعني انت مع ولا ضد؟ لا انا زي ما وليد قال مع ان يعني البطوله تبقى كده تفضل زي ما هي، دي بطوله قاريه لابطال القارات الخمسه، مش احنا خمس قارات ولا كام قاره؟ المفروض يعني ابطال القارات قولوا لنا يا شباب ابطال القارات يعني كل واحد بطل قارته، فاللي هيجي ده هيبقى بطل ايه يا كابتن؟ برضه انا عايز ما اعرفش هيدخلوا التواني مثلا، ما اعرفش لسه ايه النظام، ولكن هو كان تفكير في الوقت ده. لا لا هي ميزتها كابتن ان انا بطل قاره، انا وجهه نظري كده ان هي حاجه بالزبط متفرده بذاتها. كلم الناس اللي مش هينفع الموضوع، مش هينفع يا جماعه ثانيه واحده يا جماعه مش هينفع والله كابتن سعد بيقول لكم مش هينفع. لا هي بتبقى وجهات نظر، خلي بالك بتبقى يعني في ناس بتبقى بتسمع للاعبين، في افريقيا بيبقى ليها اصوات واوروبا، بس انا اعتقد برضه لينا اصوات طبعا ان شاء الله لينا اصوات، امال ايه؟ احنا لينا اصوات في كل حاجه، خلي بالك احنا قاره كبيره جدا يعني.